لو امتلك الاثيوبيين ثروه تمكنهم من تنفيذ افكارهم بشان النيل فليعني الله مصر. ده كلام دبلوماسي بريطاني كتبه سنه 1961 في وثيقه عنوانها مياه النيل. البي بي سي نشرت تفاصيلها من كام يوم، واللي بتبين ان موقف مصر على مدار اكتر من 60 سنه ما اتغيرش كتير. الوثيقة بتحكي تفاصيل اجتماعات رايحة جاية بين مصر والسودان ودول شرق أفريقيا برعاية بريطانية، وبتقول إن المصريين كانوا واثقين تماماً إن أثيوبيا ما تقدرش تمنع عنهم المية، وإن حتى لو نجحت فنياً فمش هيكون عندها التمويل الكافي لبناء سد أو تحويل مية النيل بأي طريقة، وإن محمد فايق مستشار الرئيس عبد الناصر وقتها لمح في أحد الاجتماعات لتوقع مصر إن أثيوبيا هتتفكك بعد موت الإمبراطور هايلا سيلاسي. وبعيداً بقى عن إن أغلب تعليقات الدبلوماسي البريطاني كانت بتعبر عن دهشته من استهانة مصر بأثيوبيا وتقليلها من خطر بيهدد أكبر مورد للمياه وهو نهر النيل اللي بيمد مصر بحوالي 90% من مواردها المائية، لكنه ختم تقريره بكلمة مخيفة جداً وقال لو تبين خطأ المصريين فستكون تلك نهايته. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. من كام يوم إثيوبيا أعلنت رسميا بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وبعدت إخطار رسمي لوزارة الري المصرية والسودانية، وده حصل قبل 3 أيام بالضبط من مناقشة مجلس الأمن للنزاع اللي حاصل بين الدول الثلاثة، وكأن إثيوبيا بتسبق بخطوة وبتثبت أمر واقع جديد. المهم وزارة الخارجية المصرية ردت في بيان رسمي كمان وصفت الملء الثاني بالتطور الخطير، وقالت انه بيكشف عن سوء نيه اثيوبيا واصرارها على اتخاذ اجراءات احاديه لفرض الامر الواقع. والسؤال هنا بقى، ازاي مصر فشلت لغايه دلوقتي في التعامل مع ازمه سد النهضه؟ وهل 10 سنين من التفاوض غير كافيه للوصول لاي حل من اي نوع؟ الاعلام المؤيد طلع علينا اكتر من مره بمنشطات من نوعيه السيسي حلها، وبعد شويه بنكتشف ان الازمه تعقدت اكتر وما اتحلتش ولا حاجه. اخر كذبه يمكن كانت في الترويج لزياره السيسي لجيبوتي باعتبارها الزياره الاولى من نوعها، واللي في رايهم هتساهم في حصار اثيوبيا، بس يا دوب السيسي رجع من هنا وراحت اثيوبيا موقعه اتفاقيه عسكريه مع جيبوتي اللي قال رئيسها ان العلاقه مع اثيوبيا تاريخيه وقويه وغير متاثره بتاثيرات خارجيه، عشان يرجع الاعلام المؤيد يعترف بفشل الزياره. انت حضرتك كنت تعرف ان جيبوتي لوحدها فيها 6 قواعد عسكريه؟ طبعا ما فيهاش قاعده ليك انت كمصر، يبقى ناخد بالنا من انه الامور معقده ومتشابكه. وقت وصول السيسي للسلطه كان لسه السد بيفكروا يبنوه، يعني لسه ما فيش قالب طوب واحد اتحط في السد، لكن اول حاجه عملها الجنرال مهيب الركن هي انه طلب من اثيوبيا استئناف المفاوضات اللي كانت حكومه مرسي وقفتها بسبب عدم استجابه اثيوبيا للشروط المصريه وقتها. وفي وقت ما كان السيسي بيدور على شرعيه دوليه ارتكب خطيئته الكبرى في التوقيع على اتفاقيه اعلان مبادئ سد النهضه عشان يدي اثيوبيا اول اعتراف مصري وسوداني بحقهم في بناء السد، والاتفاق ده لغايه النهارده الاثيوبيين بيستشهدوا بيه في اي محفل دولي ان والله المصريين والسودانيين وقعوا لينا اتفاق اهو، ودلوقتي مش عاجبهم وعايزين مطالب تانيه. عشان ما نحكيش كتير بقى في كلام اغلب الناس عاشته وعارفاه كويس، تعالوا نسال ازاي السيسي ادار ازمه السد وليه فشل حتى الان في حلها. كونوا مطمئنين تماما في اثيوبيا في السودان وفي مصر، كونوا مطمئنين تماما. الحقيقه السيسي رهن قرار مصر بالكامل لاثيوبيا، وقع في الفخ اللي نصبه له بكل سهوله لما رضخ المماطلاتهم وقعد سنين ماشي وراهم في مفاوضات عباسيه من الاتحاد الافريقي لامريكا للبنك الدولي للاتحاد الافريقي تاني وهكذا. في الوقت ده كله اثيوبيا كانت بتبني السد وانت قاعد مطمن وبتمدحهم وتقول لنا ما تقلقوش حطوا في بطنكم بطيخة صيفي، الأشقاء الأثيوبيين عمرهم ما يرضوا يضرونا وإحنا موافقين على أي مشاريع تحقق التنمية لهم، لدرجة أنه حلف أبي أحمد على الهوى أنه والله ما هنضركم يا مصريين. والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر. للمياه في مصر؟ مصر. إيه يا معلم اللي أنت بتعمله ده؟ هو في كده برضه في الدنيا؟ ازاي تامن وتسلم نفسك بالشكل ده وانت كل الخبراء بتوعك بيقولوا لك ان المشروع ده هيدمر بلدك؟ وبعدين الغريب ان السيسي الكيوت مع الاثيوبيين طايح في معارضيه في الداخل، وكل شويه يجيب محمد بن زايد وافتتح قاعده عسكريه وصفقات سلاح وطيارات رافال. طب ليه كل ده؟ يعني صارف ومكلف، هتحارب طيب علشان النيل ولا هتسيب بلد بيعاني من حروب اهليه ولسه شويه متمردين هناك اسرين 7000 واحد من جيشه يتجرأ علينا ويقول لنا لو مش عاجبكم اشربوا من البحر؟ لا حرفيا بيقولوا كده فعلا. تخيل يا صاحبي كمان ان اثيوبيا كسبتنا في لعبه التحالفات. اه والله
يعني محمد بن زايد اللي كل شوية يجي يفتتح قاعدة عسكرية عندنا ده حبيبهم أصلا، وهو اللي راعى اتفاق المصالحة بينهم وبين إريتريا اللي على أساسه خد أبي أحمد جايزة نوبل للسلام. طب ليه الإمارات ما وقفتش مع مصر في الأزمة دي وضغطت على أثيوبيا شوية؟ الغريب كمان إن أثيوبيا مش باين لها كبير، يعني مظبطة علاقات قوية مع كل الأطراف، الصين وروسيا ودول أوروبية، وما ننساش دولة الاحتلال ودول الخليج. بس تخيل يا صاحبي إنها عملت حركة غدر كده مع أمريكا لما كنا خلاص هنوصل لاتفاق ملزم، وراحت انسحبت وقالت لك لا تعالوا نحتكم للاتحاد الأفريقي، لدرجة إن ترامب نفسه قال لك إن المصريين هينسفوا السد ده. لكن السيسي خزل ترامب وكمل في سكة المفاوضات اللي كان باين قوي من بدري إنها مش أكتر من تضييع وقت عشان يكون في أمر واقع جديد وهو الملء التاني. طب إحنا هنعمل إيه بقى مع الأمر الواقع ده؟ هنشرب من البحر فعلا؟ الحقيقة السيسي فكر في الموضوع ولقى فكرة كويسة، عشان كده بدأنا مشاريع تحلية مياه البحر وتبطين الترع. مش عايز أقول لكم كبيرة بقى، إحنا هنستخدم مياه الصرف الصحي كمان في الزراعة. طب عموما مش وحش، كلها مشاريع مفيدة، بس هل هتعوض حجم المياه اللي هنفقده من النيل؟ الإجابة لا. دي مشاريع كده يعني نمشي حالنا بيها شوية، لكن بالنسبة للنيل فلو مفيش حل سحري حصل وفشلنا إننا نوقف سد النهضة فالنتيجة هتكون كارثية. وده مش كلامي برضو على فكرة، ده كلام وزير الري اللي بيقول نصا أن فقدان مليار متر مكعب من المية يساوي تبوير 200 ألف فدان وتشريد مليون مصري. يعني بحسبة بسيطة كده لو صدقت التوقعات فاحنا هنخسر على الأقل خالص 10 مليار متر مكعب من المية سنويا، يعني هنفقد 2 مليون فدان من الرقعة الزراعية وهيتشرد أكتر من 10 مليون مصري. وزير الري العبقريين بتاعنا بيقول إن الناس دي هتبقى إرهابية وتحارب الدولة، ياخدوا شنطهم ويهاجروا لأوروبا هجرة غير شرعية. المليون دولت اللي هم هيبقوا من غير مصدر دخل هيعملوا ايه؟ في كذا احتمال، احتمال ان هو يعمل لك مشاكل داخليه، وارد احتمال ان هو يبقى لقمه سهله يتعمل له غسيل مخ من الجماعات اياه الارهابيه، ماشي؟ يقول له بقى ايه الحق روح جاهد علشان انت دولت اللي قطعوا عنك الميه. الاحتمال الثالث ان هو يقول لك يا عم لا ده انا هشيل شنطتي وهاجر على اوروبا. الحقيقه يا صاحبي ان الخساره دي مش هتقف على كده، دي هتوصل كمان لاننا هنضطر نستورد منتجات زراعيه بمليارات الجنيهات لاننا خلاص مش هنقدر نزرعها، وهتقل الكهرباء المولده من السد العالي وغيرها بقى من استخدامات المياه اللي مفيش حياه على كوكب الارض بتستقيم من غيرها. على المستوى السياسي كمان اثيوبيا هتتحكم فينا حرفيا، وهيبقى في ايدها حنفيه المياه اللي جايه لينا، ومش بعيد كمان يبعوا لنا المياه زي ما مسؤولين هناك بيقولوا كده علنا، وكلنا عارفين المثل اللي بيقول اللي ياكل من فاسه كلامه من راسه. فتخيل بقى ان احنا قرارنا هيبقى من اثيوبيا واللي ورا اثيوبيا. كمان ده هيرسخ الرؤيه الاثيوبيه واللي هي مضمونها من الاخر كده. انسوا بقى موضوع الحصص التاريخيه لميه النيل ده اللي جالكوا كل سنه تشربوه تحمدوا ربنا. ومش بس كده، ده احنا هنبني وهنبني وهنبني. هتبنوا ايه تاني يا عم قابل؟ قال لك هنبني 100 سد تانيين، وجنوب السودان قالت نفسنا والله نبني سد احنا كمان على النيل. ما هي هيصه بقى. وبالتالي النتيجه اللي لازم نكون عارفينها ان لو سد النهضه مر مرور الكرام فهيكون بوابه لبناء سدود وعمل مشاريع على النيل هتقلل من حصه مصر والسودان اكتر وقت. والكلام على ان مصر هتساعد دول حوض النيل على بناء سدود عشان تقلل من اهميه سد النهضه مش واقعيه حتى الان على الاقل، ومفيش اثباتات علميه ان السدود دي مش هتاثر بالسلب على مصر. وخليني اقول لك كمان ان حتى التحركات المصريه الاخيره للتعاون العسكري مع دول حوض النيل واللي هي خطوه كويسه لكنها اتأخرت قوي وخطوة مش مضمونة كمان. نظام السيسي للأسف زي أي نظام ديكتاتوري اختار يقمع شعبه ويستأسد على معارضيه في الداخل، بس يجي عند قضايا الأمن القومي وتحديات الخارج ويقلب بشخص مسالم وكيوت. المصريين مش دعاة حرب، لكنهم كمان مش موافقين على سياسة الخنوع والخضوع اللي بيمارسها السيسي مع الأثيوبيين على مدار 8 سنين. وفكرة انك كل شوية تطلع تلمح للخيار العسكري وبعدين ترجع تهدي الجو تاني خلاص ما عادش هيكون ليها قيمة بعد الملء التاني. فالمطلوب دلوقتي أفعال مش أقوال، وإلا هنقول على مصر السلام. يمكن السيسي نفسه ما يتأثرش بالأزمة ويلاقي مية في العاصمة الجديدة، ويمكن عشان كده عاجز عن اتخاذ قرارات صعبة حتى لو كانت ضرورية. لكن للأسف الأكيد إنه ملايين المصريين هيتأثروا، ده غير الأجيال اللي جاية كمان. والحقيقة طريقة التفكير بتاعت إنه ملايين المصريين هيتحولوا لإرهابيين أو هيهاجروا على أوروبا دليل على فشل منقطع النظير، مش بس في التعامل مع الأزمة لا، ده كمان في نظرة المسؤولين لدورهم ومسؤوليتهم التاريخية والقيمة مواطنين. في النهاية ما بنتمناش غير تحقيق مصلحة مصر والحفاظ على حقها في مية النيل. ما تنسوش تشيروا الحلقة دي في كل مكان علشان الناس تعرف حجم الأزمة اللي احنا واقعين فيها، وعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس لو بتشوفونا على اليوتيوب، واستنونا كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.